كأني خفيت شوي. قومي خليني أخدك على البيت. لا بدي ضل معك. كتير تعبتي اليوم، روحي على البيت ريحي شوي والصبح بترجعي بتجي. أكيد لا، رح يضل بالي عندك وما رح أقدر نام أبدا. ما رح روح، ما تحاول أمير، ما رح خليك هون لحالك. طيب خلي جاكيتي عليكي، في برد. منيح هيك مرتاحة؟ كتير مرتاحة. صباح الخير. انت ما نمت ابدا؟ يمكن لانه انا نمت على ايدك. انا اسفه. لا انا اللي اسف. شفتي شو صار فينا؟ لشو كنا عم نخطط؟ وليك اللي عم نعيشه اليوم؟ هذا مو مهم هلا، المهم انه تقوم بالسلامة. ما في شي ما بيتعوض، المهم صحتك. أمير، لما سمعت اجيت فورا. كيف وضعها؟ طمني. شو قالوا لك، هي منيحة ولا لا؟ منيحة، ما تقلقي، وضعها مستقر. اوف، ألف الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. إذا الست جاهدة تحسنت بدنا ناخذ إفادتها. تفضل، هي صارت أحسن. من بعد إذنك لحظة لأتأكد إنها فائت. ليك على هالمنظر، مبين من وشه نصاب، مانو مريح أبدا. يا ربي، وقعت من ايدي وانكسرت. هيك كتير مو ناقص غير تحطي صورته على موبايلك. لا تلمسي، أنا رح جيب مكنسة الكهرباء بسرعة.
أنا ما بعرفه، أنا حدا بحاله، ما عندي عداوات مع أي حدا. أصلاً آخر 3 شهور كنت عايشة لحالي وما عم اختلط مع حدا. ما بعرف مين اللي ممكن يعمل هيك فيني. يسلم بنتي، أمي مراتي بموقف صعب واضطريتي تدياني من حدا؟ أكلت الخبز اليابس مشان ما مد إيدي لبني آدم، لا تدينت من حدا ولا بحياتي بتدين. الله بيعلم بالعذاب اللي عشته. بعد إذنك إذا ما عاد في أسئلة، أنا تعبانة وبدي أرتاح. إيه يا ريت تتوقعي لي. يا ريت يلتقى الفاعل بأسرع وقت، لأنه إذا أنا وصلت له قبلكم. أمير مو وقته، نحن عم نعمل جهدنا. يلا بالإذن. أمي هات كل شي عندك، انتي متأكدة؟ ايه حبيبي معقول؟ انا من وين بدي اعرفه؟ طيب رح نروح على القصر سونا الان. امير ابوك وينه؟ قصدي ما شفته اجا ابدا، فيه شي؟ بلا اجا، بس رجع مشان سونا. ما في شي، لا تقلقي. على خير، ماشي يا روحي، روحوا إذا بدكن أنتو، ما بدي عطلكن أكتر. نرجع بسرعة ما منتأخر عليك. ولا يهمك. ريحان عم تستفزني بحركاتها هي، لازقة فيه لأمير وما عم تفارقه لحظة. ايه ما عم يخليها تعرف تتنفس، عم يراقبها كل الوقت. صدقيني مثل ما عم قلك، كأنه هو بغار كتير، عينه عليها كيف ما تحركت، وين راحت ومن وين اجت، واسئلة وتحقيقات عدعسي الله وكيلك. بيني وبيني حتى انه كمان عم يفتش بموبايلها من ورا ظهرها. لا لا انا مالي هيك. وإذا واجهتي بيقلك لا أنا ما لي هيك أبدا، ما بيعترف إنه هو غيور. بس لا تصدقي هو بغار، لو ما بغار ليش الحركات؟ إيه مثل ما عم قلك، أنا ما رح غار على وحدة مجنونة مثلها. صوت.
شو ما بدك ترد؟ كيفك استاذ امير؟ انا الضابط جودات. انا مستلم التحية بحادثة الست جاهدة. نحن مسكنا الشخص اللي قوص على والدتك. مين هو؟ اذا كنت بالبيت راح يجوا شباب من عندي ويخبروك بكل التفاصيل. طيب ماشي، بانتظارهم. هي الشرطة؟ ايه، قال مسكوا اللي قوص. عن جد؟ ايه، الف الحمد لله. طيب هي اللي خططتي له ما صار؟ لا اطمني، خطتي ماشية منيح. واكبر دليل تغير موقف امير. امبارح ما كان عم يطلع بوشي، وهلا شو شفتي؟ حتى ريحان. أكيد ما خليت الزلم يقوصني وغامرت بحياتي على الفاضي. بوعدك إنه اليوم لتقوم لقيامي بالقصر. ببلش الفيلم ونحن منقعد منتابع. بوعدك إنه رح تستمتعي. هلأ لازم تكون الشرطة راحت على القصر. حكمة تارهون موجود؟ ايه بالبيت. من هي اللحظة رح تبلش رحلة الانتقام من العذاب يلي عيشني اياه، ورح خليه يعيش ضعف العذاب والوجع يلي انا عشته. رح نادي له فورا. تفضل. خير، نحن موجودين هون منشان نعتقلك، لأنك متهم بتهمة التحريض على قتل الست جاهدة. أنا؟ وهيك رح نرتاح من حكمة ويطلع من حياتنا للأبد. ورح تلحقوا حبيبة قلبه. مو أنت قلتيلي إنه هي لازم ترجع للمكان اللي بيشبهها، وأنا لازم أكون بالمكان اللي بيشبهني. إيه، شوفي بعينك، تفرجي على حكمة وريحان شو رح تكون نهايتهم. من هاللحظة كل واحد رح يكون بمكانه الصح. تفضل معنا. كيف يعني؟ معقول السيد حكمة يبعد حدا ليقوصها؟ بس لحظة، وقف إذا بتريد. أكيد في سوء تفاهم في كل الكلبشات. عفواً، هي الأوامر. إيه، وأنا عم قلكن في سوء تفاهم، لو سمحت تتركوه. لو سمحت أنت عم تعطلنا. يلا أمشي. ما رح خليكن تاخدوه، رح قلكن إياها مرة تانية. أكيد في غلط بالتحقيقات، لهيك يا ريت تروحوا تلاقوا المجرم الحقيقي. أمير، خلص اتركن. خالي، الشباب شغلتهم بس التنفيذ. أكيد صاير سوء تفاهم، هلا بحل القصة. الشغلة مو لعبة. على أي أساس متهمينك؟ هلا بنفهم أمير. خالي لا، ما في تأخده. خالي ما بيأذينا. يا ربي دخيلك، لو سمحتوا حاجة تعطلونا. لا، ليش لتأخده؟ هو معامل شي خالي. اللي عم تعملوه ما منه فايدة. كيف ما منه فايدة؟ بدك يانا نتفرج؟ جايين ياخدوك وعم يتهموك بالقتل بهالبساطة. بكفي أمير، طولوا بالكم. لا ما بيصير، لا لا، عم قلكن ما رح خليكن تأخدوه، ما رح خليكن. خالي خالي، والله حرام عليكم، عنده أدوية وهو مريض، مشان الله ما تاخذوه بترجعكم. طولي بالك، هو بريء أكيد. خالي أمير، عمل شي، بوس إيدك لا تخليهم ياخذوه. خالي الله يخليك، زين خلوه ينزل، هو خلص. اهدي، أنا بحل. خالي كرمالي، اهدي. خالي خايفة قلبه ما يتحمل. أمير عمل شي بسرعة. طيب خالي،
خلينا نلحقه. خبرونا شو بيصير معكم مشان الله. مو لهالدرجة. تعمل اللي بدها اياه ما دخلني، انا كان عندي فضول مو اكتر. بس كمان بالنهاية بتضل مرتي، بلكي أثرت تصرفاتها على قضية الحضانة. تعمل اللي بدها اياه بعد ما تخلص المحكمة، ما عاد يهمني. قال غيري، قال شو المناسبة يعني؟ ايه ليكي شو بدي قلك، اخذنا الحديث ولهيتيني عن شغلي كتير. يلا يلا سكري ونحكي بوقت تاني. بدك شي؟ اذا ما في شي ليش واقف هون؟ لهلأ ما عم صدق يلي عم يصير. شفتي الشرطة كيف أخذت السيد حكمت؟ ما عم صدق. قال هو حرض على جريمة القتل، استأجر حدا ليقوصها يعني؟ إذا كان عامل هيك لا تكملي حكيك أبدا. عم تحكي كأنك ما بتعرفي. السيد حكمت ممكن يعملها؟ لا طبعا مستحيل، أنا متأكد إنه في شي غلط. اسمعوا لألكن، سونا ما لازم تعرف باللي صار، عم تفهموا؟ اصحك نيجار، فهمت علي؟ اصحك. خلص فهمت، ما رح خبرها. ليش عم تحاكيني وكأني أنا دائما اللي بنقول الكلام؟ أنا رايحة رتب القصر شوي، بدي ضيع الوقت بالشغل يمشي بسرعة. ألو أنسي جيمري، خالي ما رح يتحمل، صحته ما رح تتحمل. هلأ نوصل ونفهم شو سيري. بلكي ما قبلوا يخلوه يطلع، بلكي الشرطة. كيف رح يتحمل بين أربع حيطة؟ يا ربي دخيلك ساعدنا يا رب. بابا اليوم، اليوم رح يرجع على البيت، لا تفكري بشي تاني أبدا. أكيد ما نعمل شي. على أي أساس، على أي أساس بيعتقلوه؟ شبن ليش هيك عم يستعجلوا؟ عن جد نيجار؟ طمنيني شو بصير معه؟ يلا سلام.
نيجار عم تدقلي لتبشرني بالخبر اللي عم نستناه. قال الشرطة اجت على القصر واخدت حكمت. خلص من هاللحظة هو ما قال وجود، يعني اللي بيحميها لريحان ما انه موجود. ممتاز، كل شي ماشي مثل ما خططت له. مين عم يتصل؟ لسه إلو عين يتصل لعم بقلبه. أويا مانا هون. اسمع لقلك، ما رح عيدها مرة تانية لعند أويا. ما عاد تتصل، عم تفهم علي؟ لسه إلك عين؟ شكلك ما بتفهم بنوم. عم قلك أويا مانا هون، لا تخليني طالع وشي التاني بتندم لأنه. انت شو الطريقة اللي بتفهم فيها؟ انا كم مرة حذرتك؟ ما عاد تتصل ولا عاد تخليني شوف رقمك مرة تانية. لا ما بدي اسمع اعتذارك لأنه ما بيهمني. هدول شكلهم تركوا بعض كتير منيح، معناها هلأ ما عاد في شي ممكن يأثر على محكمة حضانة مسال. ليش عمي ما عم يرد على موبايله؟ أهلين أمير. مرحبا عمي، لازم تجي على مركز الشرطة وبسرعة. شو صاير؟ اجت الشرطة واعتقلت أبي. انت عم تمزح؟ ما معقول امزح. قال مسكوا الزلمة اللي قوص على أمي، وقال بإفادته أنه أبي اللي حرضه ليعمل هيك. مشان الله تعال بسرعة، ماني عم فهم شو عمل. طيب جاي فورا. جاي، بلكي بيقدر يساعدنا. وينهم كلهم؟ ما في حدا. السيد حكمة راح على مركز الشرطة. مركز الشرطة؟ الغسيل مكون فوق بعضه، ليش ما عم تضبيه؟ يلا على شغلك. شو ما عم تسمعي؟ شو اللي كانت عم تقوله؟ بابا ليش لا يروح على الشرطة؟ أبوكي راح ليسأل إذا في مستجدات بقصة أمك. لا تشغلي بالك. وأمير؟ وينه أمير؟ هن سوا. حدا عم يسمعني؟ بدي احكي مع المسؤول هون. ليش ما حدا عم يرد؟ ما حدا عم يسمعني؟ مين يلي لبسني التهمة؟ مين؟
أنا لازم أعرفه. مين؟ أنا لازم أحكي مع بدي أعرف مين لبسني هاي التهمة. مين؟ أمير، شو؟ قدرت تعرف شي؟ ايه، أنا قدرت أخذ نسخة من محضر القضية. دعنا نعود هنيك. الرجال اللي قوص أمك اسمه محي الدين، واضح إنه بيعرف كتير عن أمك وأبوك، وهذا الغريب، التفاصيل اللي هو بيعرفها ما بيعرفها أي حدا. قال إنه أهلك صار لهم فترة منفصلين، وقال إنه أبوك منع أمك من الرجعة على البيت، وإنه تاركها تعيش بمنطقة عشوائية، وبيعرف حتى إنه أبوك منع أمك إنها تشوفك أنت وسونا. يعني من وين بيعرف كل هاي المعلومات؟ فعلاً مثل ما قلت غريبة كتير. عادي يعرف، لأنه اشتغل عنا بالإنشاءات سنين طويلة. قال هو مريض، من فترة طلب المساعدة من حكمت، بس على قوله انه اخي. في شي غلط، مو منطقي اللي عم تقوله، في إنا بالقصة، في شي غريب. في دليل تاني، هو من تسجيلات الموبايل. حكمت بعت لها لأمك كتير رسائل تهديد. باعت رسائل؟ إذا بتقربي من البيت أو بتقربي من الأولاد رح أقتلك جاهدة. صدقيني إني بعملها، اعتبري هذا آخر تحذير لإلك.
إذا بتقربي من البيت أو بتقربي من الأولاد رح أقتلك جاهدة، صدقيني إني بعملها. لا مستحيل، مو صح، هذا الزلمة عم يفتري عليه. خالي مستحيل يأذي حدا، هو آخر واحد بالدنيا ممكن يهدد حدا بالقتل. انت ابنه وبتعرفه. انتو مثلي ما نكون مصدقين، مشان الله حكولكم شي كلمة. المصيبة في صور للزلمة وهو عم بيحكي مع حكمة لحالهم. وين الصور؟ هذا الفيديو لقطته الكاميرات اللي بالشارع. مرحبا، يعطيك العافية. يمكن حضرتك ما بتعرفني، اسمي محي الدين، اشتغلت لسنين طويلة بالورشات تبعك. عجد؟ الله يرزقك ويعطيك، فضلك علي كبير. اتفاجأت لما شفت حدا مثل حضرتك بهيك مكان. عم نغير جو شوي، انت لهلأ عم تشتغل بورشاتنا؟ ممكن احكي انا وياك شوي على انفراد اذا ما فيها ازعاج؟ دقيقتين بس. ما في مشكلة، عن اذنك بنتي. أنا عرفتك لأنه حضرتك كنت تزور الورشة. إذا بتتذكر كان في ورشة بمنطقة كارتال، أنا هونيك كنت أشتغل، ضليت هنيك أكثر من شهرين. بصراحة أنا هلأ بحاجة شغل، وبعرفك إنه قلبك طيب وما بترد حدا بحاجتك. هذا الزلمة قرب على خالي وعرفه على حاله لما كنا بالمشوار، بس هالشي مانو دليل كافي لحتى يتهموا فيه خالي. ويوميتها أمي كمان إجت. المشكلة إنه هاي الأدلة كلها بالدين حكمت عن جد، وأنا ما بعرف شو بدي إلكن. لا 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 لا، هذا كذاب، لا تصدقوا. أكيد أنتوا ما نكونوا مصدقين كذبه، ما هيك؟ لا نحن مالنا مصدقين، بس نحن معنا جواب على هاي الأدلة. الموضوع كتير معقد. طيب وهلأ شو العمل؟ ما بعرف ريحان، رح نعمل جهدنا لحتى نكذب هاي الأدلة، يعني بدي شوف شو بقدر أعمل. هلأ أنا رح أحكي مع وكيل النيابة. أنا طالع شوي لبرا، أنت بقيان هون؟ ما أنا هون. ريحان تركي لحاله شوي. Thank you.
طول ما أنا عايش إذا بتفكر تقرب منكم أو تأذي أي حدا من عائلتي رح دفع الثمن غالي. هذا الحكي وصل، قلت لها يا بوشها. إذا بتعملها وبتطلع بوشي مرة تانية أنا ما بضمن شو بدي ساوي. صبري خلص وما عاد اتحمل. بابا يلا هلا اطمنوا، ما بدي اشوفكم زعلانين. لا تطلع هيك، انا بعرفها ابصر بشو مرتاح حالها. المهم تكون تربت. يلا حبيبتي انتي، بعرفك ما بتعذبيني، معقول تزعليني مني؟ انا مو جاي عبالي روح على المدرسة اليوم. طيب من شاني بتزعليني؟ بتعرفي كمال وينه؟ طلع على الشغل مستعجل، يبدو اجا شغل فجأة. طيب انا ما بعرفك عنيدة، بعدين مو بس انا رح ازعل، بابا كمان رح يزعل. بدك يا يزعل؟ ليكي حتى الأرنب تبعي مريض وما بده يروح المدرسة، وأنا كمان بدي ضل معه بالبيت. استغفر الله، شو قصة هالبنت؟ شبا ليش ما بدها تروح المدرسة؟ وأنا شو بيعرفني ليش ما بدها تروح المدرسة؟ ما تاكلي هم، أنا بحلها، لا تشغلي بالك. هلأ بقلها إنه رح أعطيها من الكعكة اللي هي بتحبه، بتقوم فوراً بترضى وبتقبل. أنا بعرف إنه هي كتير بتحب المدرسة وكانت تروح ركض، شو قصتها؟ حبيبتي ما سال، تسمحي لي فوت؟ شو صاير معك اليوم حبيبتي؟ بعرفك بتحبي مدرستك. ايه بحبها. ليش ما بدك تروحي لكان؟ قلي لي إذا كان في شي مضايقك. إذا بدك بدي أقلك لبابا وقولي له ليش متضايقة.